هلو هاي هاي، احنا في حلقة جديدة النهاردة من كريزي وومن. احنا بنعمل سيادة النقيب، نتمنى من الله ان نتوفق يعني في هذه الحلقة، وان شاء الله تبقى حلقة حلوة يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيا بنا نشوف الاب هيعمل ايه معانا. إنها المزة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. اسمك نسمة. نسمة. تمام. في اسمك نسمة ايه؟ نسمة محمد. عندك كم سنة يا نسمة؟ هو في ايه؟ مفيش حاجة، بندردش مع بعض. عندي 18 سنة. 18 سنة؟ اه. شكلك 3-24 كده. بجد؟ دي أول حد يقول لي كده. لا. شكلك أكبر من 18، يعني جامعة كده. طب حلو والله، تسلمي. أنا كله بيقول لي لا أنتِ صغيرة أنتِ مش عارفة إيه. قصدك كيوت، بيقولوا كيوت. اه. كيوت ما قلناش حاجة، ماشي. ساكنة فين بقى يا نسيم؟ ساكنة في المهندسين. فين في المهندسين؟ عند عمر فانتي كده ولا حاجة. احمد عرابي. اه. ساكنة هناك من زمان؟ اكيد. كم سنة كده يعني؟ من ساعة ما اتولدت. من زمان يعني؟ اه. يا ترى باباكي كان سرق له جواز قبل امك ولا لا يا نسمة؟ الاسئلة دي حضرتك. بندرج بندرج. دي بيانات يعني عشان الابلكيشن وكده، الابلكيشن محتاج. هو الابلكيشن بيطلب بابا متجوز قبل ماما ولا لا؟ لا احنا بندردش مع بعض، شوف ليكي اخوات. ليكي قرايب ممكن يطلعوا شبهك ولا لا؟ كده يعني. اه. ليكي اخوات؟ اه. بابا شقي يعني. ايه العلاقة؟ انت ما عندكيش اخوات؟ خلينا فيكي يا نسمة. عمليات عمليات. معايا يا فندم. تم الوصول للهدف وتم التعامل معايا يا فندم بنجاح. بوصله يا فندم بوصله. تمام يا فندم. معكيش غير الشنطة. هو ايه اللي تمام يا فندم؟ هو في انت هدف مين اللي انت بتتعاملي معاه؟ بتواصل مع الإدارة العامة للأبلكيشن، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. هو حضرتك ايه محسساني ان انا مذنبة يعني؟ مالك في ايه؟ لسه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أمين رشاد. عامل ايه يا فندم؟ هو في ايه؟ هو انا طالبة أوبر ولا طالبة ميكروباص ولا ايه؟ هو مين ده؟ ده الأمين رشاد. ايه يعني أمين رشاد مين يعني؟ مش فاهمة أنا. تمام يا رشاد ولا مش تمام؟ تمام يا فندم. طب انا يعني ممكن ابعت له يعني ممكن اكلم بابا او حاجه يعني؟ الطرف اللي معانا ما عندوش غير شنطه واحده يا رشاد. ايوه يا فندم. انت انت قفلتي اللوكر. الو الله. تمام يا فندم. تمام يا رشاد. تمام يا فندم. ايوه يا فندم انا وصلت للجون. ادي الهدف. مين حضرتك؟ امن. يا رشاد. ايوه هي في موجه عبير وشعرها حرير. يا فندم. لابسه معلم زي الحرامية. لابسه معلم زي الحرامية في فيلم قلبي دليل. هو ايه ده؟ قال لي هيحبني. لا 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 لا، فيلم وطن المخبر وحرامي بتاع شعبان عبد الرحيم. ايوه فندم. يا جدعان هو طب لابسه خاتم في البنصر. انسي اللوك مقبول يا حلوه، مش هتعرفي تهربي. اهرب ايه؟ ايوه فندم. هو في ايه يعني؟ ما تدبدبيش، دي عهده. ما لا عهده عليكم مش عليا انا. الشنطه السوداء يا رشاد. هات الشنطه دي. لا. ايوه يا فندم. ده ايه ده؟ يا انسة انت ولا ما تم التعامل مع الهدف؟ هدف ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ تمام يا فندم. هو ايه الهدف يا مين انت؟ الناموس يا عاطف. ايوه. الايه؟ الناموس. فين يا عاطف؟ الناموس في اللابلوس. اديني الناموس. يا ام انت بتستعبطي. الو. ايوه. انت ايه ده؟ تم القبض عليكي. ايه ايه ده؟ في ايه؟ فاكره ما والنقيب رشاد. فاكره عايز ايه انت؟ انت مين انت؟ فاكره العمليه بتاعت البرج؟ الايه؟ انت عملتي كذا عمليه ارهابيه قبل كده؟ عمليه مين ياما؟ ده احنا رصدناكي. رصدتي مين ياما؟ ده عمليه. انت بتستعبطي ولا ايه؟ ده مش وش عمليه. طب نزليني هنا. انتوا ايه العبط ده؟ وش ارهابيه. يا جماعه استعبط ولا ايه يا ستي؟ نزليني. خدي ده لعبه باين قوي. ايوه يا فندم.
لعبه اه هو معاها يا فندم دي ايربودز ايوه المسدس معاها اه وبتاعها هو يا فندم اتفضلي تعالى اقول لك على حته خفيش اوعي بص هنا يا جدعان انتوا بتستعبطوا انزلي يا عبير انزلي يا هول لا لا استنى بس ده ايه ده لا لا يا بنت لا لا بنظم مش شايفه كان خد ايه خد ياه واو فكرت يوم كنا بنهزه قولي موافقه انزلي بس ما تودناش في ده لا مش موافقه وافقي وبكره هنسامحك يا لا هو مشواري اللي انا رايحاه انا واسالوكي يا شابه على حسابك مش هدفع عشان ادفع حاجه مساء الخير استاذ محمد استاذ محمد ايوه تمام بس كنت ببدا بس لا مفيش مشكله انت اسمك محمد ايه؟ ليه يعني؟ محمد ايه؟ محمد محمود عادي محمد محمود؟ عادي عندك كام سنه؟ 35 شكلك 30 بس بس ماشي لو سمحت عشان مستعجل بس حاضر الطريق واقف انطير يعني لا تيرو خير بس يعني انا طالب اوبر عشان ما اركبش الميكروباص واستعجل شويه ساكن فين بقى محمد انا في الطلبين ساكن هناك من زمان هو في ايه يا فندم انا راكب مفيش بنجمع معلومات عشان الابلكيشن بس مفيش حاجه انا الابلكيشن المره اللي فاتت خد مني 15 جنيه والمره دي بيجمع معلومات لا يا فندم مش عارف ايه انت ساكن فين في الطلبيه بقى حماده حماده تمام يا فندم ساكن فين في طلبيه يا حماده حضرتك سمعت حاجه عمليات لا لا ما تاخدش في بالك دي اجراءات امن تبع الابلكيشن ساكن فين بقى حماده في طلبيه طلبيه هرم ولا طلبيه فيصل هيفرق معايا هيفرق مع الابلكيشن هيفرق ساكن في انهي طلبيه فيه هرم هرم يا فندم تمام الو ايه يا فندم تم الوصول لهذا يا فندم تم تمام معايا بوصله يا فندم بوصله اي يا فندم شعره اسود اسمراني طول متوسط 170 كده ولا حاجه اظن هو اللي عمل كده في اللالا ايوه يا فندم يلا يا رشيد صباح الخير يا فندم صباح الخير يا رشيد فندم اخبار معاك ايه ايه فندم الامين رشيد بيطلع معايا العمليات التوصيلات اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايوه فندم مش مستعجل بس يا فندم نفس الدقن ونفس الشنب شايف انا شايفاه يا رشيد نفس الطول يا رشيد وعامل ودني من تين ودني من عجين نفس الوصف بالظبط الطلبيه هرم ايوه فندم انا وصلت للجون للهدف هو مين ده اللي بيتكلموا عليه انا كلموا على مين يا فندم؟ حضرتك انا